بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. Lo, we have revealed it, a lecture in Arabic, he says, we have sent down Gabriel with the Quran to Muhammad in accordance with the usage of the Arabic language, that ye may understand, that which you were commanded to do and that in which you were prohibited from engaging. Then they said to one another, kill Joseph or cast him to some other land, in a pit, so that your father's favor may be all for you, so that your father may turn entirely to you, and, that, ye may afterward, after killing him, be righteous folk, repentant for killing him. It is also said that this means, your relationship with your father will improve. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا
شاء أن يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. And they came with false blood on his shirt, they stained his shirt with the blood of a goat. He said, Nay, but your minds have beguiled you into, they embellished to you to do, something, regarding the peril of Joseph and you did it. My course is, comely patience, I have only to be patient without showing any alarm. And Allah it is whose help is to be sought, I seek the help of Allah, in that, predicament, which ye describe, to be patient for his death, as you say. But he did not believe them because in another occasion they said that Joseph was killed by thieves. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. And when he reached his prime, between 18 and 30 years old, we gave him wisdom and knowledge, understanding and prophethood. Thus we reward the good, in speech and works, in knowledge and wisdom. And she, in whose house he was, asked of him an evil act. She bolted the doors, on her and Joseph, and said, to Joseph, Come. I am yours. He said, Joseph said, I seek refuge in Allah, from such a thing. Lo! He is my Lord, the chief official, who hath treated me honorably, in contrast to his own brothers.
Wrongdoers never prosper, adulterers will never be safe from or escape Allah's chastisement. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. So when he saw his shirt torn from behind, he said, her brother said, lo! This is of the guile, the scheming and devising, of you women. Lo! The guile of you is very great, it touches the innocent and the sick. Her brother then said to Joseph, O Joseph! Turn away from this, and do not inform anyone. And then he turned to the woman and said, And thou, O woman, ask forgiveness for thy sin, seek your husband's forgiveness for your act. Lo! Thou art of the sinful, you cheated your husband.